فضيلة الشيخ، لماذا يخرج الرجل من دائرة أهل السنة والجماعة؟ نعم، لماذا يخرج الرجل من دائرة أهل السنة والجماعة؟ إذا خالفهم، يخرج من دائرة أهل السنة والجماعة إذا خالف أهل السنة والجماعة. أي مخالفة في العقيدة أو في العمل، إذا ابتدع صار مبتدعا، أو كان يعتقد عقيدة تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، فإنه لا يكون منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فالذي يخالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليس من أهل السنة والجماعة.